سمعت لك القضية ولا مازال؟ في كل اتصال يرد تكمن تفاصيل قصة من وحي المعيش اليومي أو قضية المشكي فيها مواطن يجد نفسه مطالبا بتقديم رشوة للحصول على خدمة. مغاربة قرروا التفاعل مع خط النيابة العامة للتبليغ عن الرشوة منذ إطلاقه ما يلمنصرم. 20,000 اتصال مباشر أفضى في ظرف لا يتعدى 6 أشهر إلى اعتقال ومتابعة 63 متهما من أعوال سلطة موظفين ومسؤولين. تلقى حوالي 19,000 مكالمة بمعدل 106 مكالمة يوميا. هذه المكالمات هي مكالمات متنوعة، البعض يتصل من أجل التظلم. حوالي 10% من المكالمات تتعلق بالتبليغ عن الرشوة والفساد. أكيد أن المواطن سيجد نفسه قريب من النيابة العامة، قريب من الشرطة القضائية. يكفي أن ينخرط المواطن في محاربة هذه الظواهر المتعلقة بالرشوة والفساد والابتزاز في المرافق العمومية. في 2018 تمكن المغرب من تحسين موقعه في مؤشر الشفافية والرشوة، منتقلا من الرتبة 80 عام 2017 إلى الرتبة 73 عالميا بزيادة 3 نقاط، محتلا إلى جانب تونس الرتبة 15 عربيا. ما يمكنش نحارب الرشوة فقط بعد الإجراءات متفرقة ما بين قطاعات حكومية وفي مؤسسات عامة أو خاصة، فضرورة باش تكون هناك استراتيجية متكاملة. فهذه الاستراتيجية حاليا كاينة ولكن ما تفعلتش لحد الآن مع كامل الأسف، من 2015 اللي تم موافقة عليها من جميع الأطراف لحد الآن ما توضعش الآليات ديال الحكامة ديالها باش تفعل. إجراءات وتدابير يرى المواطن البسيط أن من دوره الانخراط فيها من أجل محاربة الآفة. الرشوة خصها تكون من القاعدة، من التربية ديال المدرسة، من التربية ديال البيت. الإنسان يكون عنده تربية من دارهم باش ما ياخذش الحاجة اللي ماشي ديالو. المواطن المغربي خصو يعاب بهذه المسألة هذه، ولا ما كانش الوعي بالنسبة لنا حنا كمواطنين اللي يساعدوا في هذه المسألة. ما كانتش كاينة شي طريقة أخرى باش تحارب، أما نورمالمون تشوف شي حاجة نورمالمون نيسان تكراري بها. تصنف الرشوة كإحدى أبرز تجليات الفساد، وحدها الإرادة السياسية القادرة على محاربته ولو بعد سنين. تنوعت الإجراءات والتدابير وتعددت، لكن النتيجة تبقى واحدة، هي أن الرشوة مرض ما زال ينخر عددا من المؤسسات والاقتصادات في الوطن العربي باستثناء بعض من دول منطقة الخليج، معطى يعكس حسب مراقبين أو يفسر عدم قدرتها على تحقيق التنمية والتطور. فدوى المرابط، قناة الغد، الرباط.